بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة العاشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بسؤال الأخ حازم من الرياض، يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن طرق الهداية والصلاح، وما هي السبل في صلاح الأولاد في زمان كثرت فيه الفتن في وقتنا الحاضر، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طرق الهداية كثيرة، أعظمها وأهمها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل بالقرآن والعمل بالسنة. بعد تدبر القرآن، تأمل معانيه، تفسيره على الوجه الصحيح، الإقبال على تدبره، هذا من أسباب الهداية. قال ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن إن رمت الهدى، العلم تحت تدبر القرآن. والله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأعظم أسباب الهداية اتباع الكتاب والسنة. كذلك الدعاء، تدعو الله أن يهديك، تدعو الله أن يهديك طريق الحق، طريق الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الدعاء له أثر عظيم في طلب الهداية. كذلك من أسباب الهداية طلب العلم، الإقبال على تعلم أمور الدين. وكذلك من أسباب الهداية مصاحبة المهتدين والصالحين والاقتداء بهم، هذا من أسباب الهداية. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، ما الأوقات التي أصلي فيها النافلة مع التفصيل لصلاة السنة بعد صلاة الصبح، وما هي الأوقات المنهي عنها لصلاة النافلة؟ الأوقات المنهي عنها خمسة: بعد طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، إلا راتبة الفجر قبلها فإنها تصلى، وإذا فاتت قبلها لا بأس بقضائها بعدها، لأنها سنة مؤكدة ولا تترك. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس قيد رمح. الوقت الثالث عند قيام الشمس في وسط السماء إلى أن تزول. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس تقارب الغروب. الوقت الخامس من اصفرار الشمس أو تضيفها للغروب إلى أن تغرب. هذه خمسة أوقات ينهى عن صلاة النافلة فيها. أما ما عدا هذه الخمسة والأوقات كلها، ليل ونهار كله محل للصلاة، صلي ما تيسر لك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: كيف نجمع بين الآية الكريمة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وبين معنى الحديث الذي ورد وهو أن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما تحدثت به النفس ما لم تعمل أو تتكلم به؟ هذه الآية منسوخة بالآيات التي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال الله جل وعلا: قد فعلت. الله جل وعلا استجاب هذا الدعاء. الآية منسوخة والحمد لله بما هو أخف منها. نعم. يقول: أيهما يقدم، صلاة الجنازة أم الفرض لمن فات عليه الجماعة، وكيف قضى من فاتته التكبيرات في صلاة الجنازة؟ نعم، يصلي على الجنازة لئلا تفوت،
ثم يصلي الصلاة التي فاتته مع الجماعة، يصليها وحده مع جماعة أخرى إن أمكن، أو يصليها وحده الذي فاتته صلاة الفريضة مع الجماعة وحضرت جنازة يصلي عليها أولا لأنها تفوت، ثم يصلي الفريضة. وأما التكبيرات ما يدركه المسبوق في صلاة الجنازة من التكبيرات فهو أولها، فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات، يكمل أيضا أفعال صلاة الجنازة ثم يسلم لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ما هو الدعاء والذكر الوارد عند النوم؟ الوارد أكد الدعاء الوارد عند النوم قراءة آية الكرسي، فإذا قرأها عند النوم فإن الشيطان يبتعد عنه، قوله صلى الله عليه وسلم إن من قرأها عند النوم لا يقربه شيطان حتى يصبح، فهي تطرد الشيطان. وإذا قرأ معها سورة الإخلاص والمعوذتين هذا أتم وأحسن أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ، ما حكم تبادل الهدايا بين الأقارب واللاصقاء في المناسبات وكذلك في ذكرى الزواج بين الزوجين؟ لا بأس في تبادل الهدايا، ولا سيما في وقت الزواج للزوجين أو لأحد الزوجين. والهدايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسل السخيمة، يعني تسبب المودة بين المهدي والمهدى إليه، أي تسبب. قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، تهادوا يعني يهدي بعضكم إلى بعض من أجل أن تتحابوا، فهي تسبب المحبة بين الناس، وهي فعل معروف أيضا. نعم. يقول الشيخ، في هاتفي مصحف إلكتروني، هل يجوز لي أن أقرأ منه؟ وهل ينتقص أجري من المصحف المطبوع؟ وهل يتوجب علي الوضوء عند التلاوة؟ نعم، اقرأ القرآن من المصحف المخزن في الجوال، ولا يجب عليك وضوء لأنه ليس بمصحف، إنما تقرأ من كتابة في الجوال، ولا يسمى الجوال مصحفا، ولا يتعامل به على أنه مصحف، وإنما يتعامل به على أنه جوال، ولكن مخزن القرآن في شاشته، هذا من الإعانة على تلاوة القرآن ولله الحمد. نعم. يقول هذا السائل، لم يذكر الاسم في رسالته، درج بعض سكان القرى على استعمال مكبرات الصوت في المساجد كوسيلة إعلام لأغراضهم الدنيوية من أفراح وأتراح، كالإعلان بأن فلان توفي، أو عن دعوات الأفراح بأن يقال فلان يدعوكم لتناول العشاء بمنزله بالقرية الفلانية، ما حكم هذا العمل؟ هذا جائز أنه يعلن عن، بل هو مستحب يعلن عن وفاة أحد المسلمين لأجل أن يحضر الصلاة عليه والدعاء له، هذا مستحب. وكذلك إعلان الدعوة إلى وليمة الزواج، وليمة الزواج سنة، الدعوة إليها دعوة إلى سنة، حضور سنة، لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. يقول أيضا فضيلة الشيخ، واسم الماشية بطرق مختلفة منها شق الأذن أو قطع شيء منها للماعز والضأن، وعمل وسم بالكيب النار للإبل وغيرها، كله جائز حسب ما اعتادوا، ولكن لا يكون الكي في الوجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا يكون كي الوسم في الوجه، وشق الأذن وإلى آخره لا بأس به، لكن يكون مع الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه، ويكون بآلة سريعة. نعم. يقول هذا السائل الشيخ، في موضوع الرزق، لقد تكفل الله عز وجل بالرزق لجميع المخلوقات من إنسان وحيوان، لكنني في الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، كيف نفسر أن من لديه 8 أو 7 أولاد لا يجد ما يطعمهم له، ويكاد لا يجد القوت ليومه؟ يسأل الله عز وجل الرزق لهم، والذي خلقهم تكفل برزقهم، فلا يهمه أنهم ليس لهم رزق، الرزق عند الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولكن الرزق يحتاج إلى تسبب، يحتاج إلى طلب، يحتاج إلى بحث، فيبحث لهم عن رزق ويتكسب لهم ويعينه الله على ذلك. نعم. يقول هذا السائل، لدي جار مؤذي صبرنا عليه أنا وجيراني، وهو لا يلقي علينا تحية السلام،
كيف نتعامل مع هذا مأجورين؟ أحسنوا إليه وأدوا الذي عليكم نحوه، أحسنوا إليه وسلموا عليه، يعني تلطفوا معه، أيضا أحسنوا إليه بالهدية، أحسنوا إليه بدعوته إلى بيوتكم، انصحوه أيضا إذا رأيتم عليه تقصيرا، هذا من حقه عليكم، والمهم أنكم تؤدون الواجب عليكم وهو مسؤول عما يجب عليه. نعم. يقول الشيخ في فقرته الثانية: ما أبرز كتب التفسير التي أرجع إليها مأجورين وتكون مأمونة؟ أقربها تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير هو أحسن التفاسير لكنه مطول، وهذه مختصرة، تفسير الشيخ ابن سعدي أيضا خلاصة طيبة وسهلة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يا شيخ، هل يصح المسح على الجورب إذا خلع بعد المسح عليه ثم لبس وهو لا زال على طهارة؟ إذا خلع بعد المسح عليه بطل المسح، فإذا لبسه فإنه يبدأ من جديد، يبدأ المسح عليه من جديد. نعم. فضيلة الشيخ يقول: أرجو من الشيخ مساعدة في سؤالي، وهو أنني أجد إرهاق وصعوبة شديدة عند قيامي لصلاة الصبح، والحمد لله أنا اهتديت منذ وقت قريب وأريد الحل، لأنني أقوم بجميع الصلوات والعبادات عدا صلاة الفجر، أجد فيها هذا الهم والشدة والصعوبة. سأل ربك الإعانة واعزم على قيام صلاة الفجر ويعينك الله على ذلك، وأيضا نم من الليل، لأن كثير من الناس الآن ابتلوا بالسهر، فنم من الليل ما يكفيك ولا تسهر ثم تنام في آخر الليل، هذا من أعظم المثبطات عن صلاة الفجر، السهر هذا. وأوصي من حولك بإيقاظك، أو اعمل منبها ينبهك يكون عند رأسك، اعمل الأسباب واستعن بالله وستجد الإعانة من الله عز وجل ويزول هذا الثقل. نعم. تقول السائلة: هل يجوز للحائض أن تسجد سجود الشكر؟ وما الأعمال التي تقوم بها الحائض لتنال الخير والصلاح؟ لا بأس تسجد سجود الشكر، تسجد سجود الشكر، لأنه على الصحيح ليس له أحكام الصلاة، إنما هو عبادة مستقلة، والأعمال كثيرة، أعمال الخير غير تلاوة القرآن، الذكر، ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، كل هذا متاح للحائض وغيره وللجنوب، يذكرون الله عز وجل. نعم. يقول السائل: هل يجوز كتابة الرقية الشرعية على ورق وإحاطتها بقماش ثم نقوم بوضعها حول العنق أو الذراع؟ لا، هذا لا يجوز على الصحيح، لأنه من اتخاذ التمائم، لأنه من اتخاذ التمائم والحروز، والقرآن لا يتخذ لهذا، إنما يقرأ القرآن على المريض ويرقى بالقرآن ويدعى له، ولا حاجة إلى عمل هذه الحروز وهذه التمائم. نعم. يقول السائل: لبست خاتما في أصبعي الوسطى، فقال لي شخص بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فأفيدوني مأجورين. ما نهى الرسول عن ذلك، لبس الخاتم من الأمور المباحة، ألبسه بأي إصبع يناسبه، ولكن إذا جعله في الخنصر فهو أحسن وأقرب وأسهل عليه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: لي أخت تخاف على أولادها الثلاثة وهم في سن المراهقة، وعندها خوف شديد أكثر من اللازم، هل هذا الخوف في محله، حيث تأمرهم بعض الأيام الصلاة في البيت وأداء الصلوات في البيت إلا إذا كان معهم الوالد يذهبون إلى المسجد؟ الخوف الشديد هذا وسواس، تترك هذا الأمر، أما الخوف عليهم من الفساد أو من المؤثرات فهذا في محله، لكن ما دام والدهم موجودا والحمد لله، أو أخوهم الذي أكبر منهم، فإنهم يصاحبونهم إلى المسجد ويحافظون عليهم، ولا خوف عليهم إن شاء الله، والمجتمع مجتمع مسلم ولله الحمد. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجب على المرأة انتظار فراغ الإمام من خطبة الجمعة
حتى تصل أو تصلي في بيتها؟ وما الحكم لو صلت الظهر في البيت قبل خطبة الإمام في المسجد؟ المرأة تصلي في الوقت الذي يتيسر لها ولا ترتبط بالإمام ولا بالمسجد، إن رأت أنها تنتظر تسمع الخطبة لتستفيد هذا شيء طيب، وإن صلت ولم تستمع فلا بأس، الأمر في حقها واسع والحمد لله. نعم. يسأل هذا السائل يا شيخ ويقول: هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل المأمومين والإمام يخطب تعد من اللغو في الجمعة؟ وما حكم الدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة؟ وما الوارد من الدعاء؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة عند ذكره، يصلون عليه إذا سمعوا الخطيب يصلي عليها ويذكره عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يرفعون أصواتهم بذلك، يكون بينه وبين نفسه، ولا بأس بالدعاء بين الخطبتين، بل هو محل استحباب للدعاء مظنة الإجابة، وليس هناك دعاء معين، إنما يدعو بما يسر الله له. نعم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول: امرأة تمتلك ذهبا للزينة ولم تحج الفريضة، هل يجب عليها بيع ما تمتلك من هذا الذهب لتحج البيت؟ الذهب الذي لحاجتها تلبسه بالمناسبات لا يلزمها بيعه للحج، هذه من الأمور التي يحتاجها الإنسان، مثل ما يحتاج إلى ثيابه، يحتاج إلى سيارته يركبها، هذه من الحوائج الضرورية، فلا تبيع حليها من أجل أن تحج. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الرحمن الدحيم له مجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، هل الدعوة للإسلام أو الأخلاق الإسلام خاصة بمن يملك العلم الكافي والأسلوب الأمثل، أم أنها واجبة على كل مسلم؟ الدعوة يشترط لها العلم بما يدعو إليه، أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذه لا يستطيعها إلا العالم، ولكن الإنسان يوجه، المسلم يوجه حسب ما يفهم، يوجه الناس إلى الخير ويحثهم على الخير بصفة عامة. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لي صديق يجلس ويستمع إلى العرافات وصاحبات الودع والذين يقرؤون الحظ والكف، وهو غير مؤمن بصحة ما يقولون، ولكن من باب الفضول والمعرفة لهذه الأمور لا يجوز له ذلك، حرام عليه الذهاب إليهم والجلوس معهم واستماع ما يقولون، لأن هذا حرام، وفي الحديث: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. أما إذا صدقهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: متى وفي أي سن تنتهي الحضانة بالنسبة للطفل إذا انفصل الزوج عن الزوجة؟ هذه أمور قضائية يذهب فيها إلى المحكمة، ولكن القاعدة العامة أن الأطفال مع أمهم ما داموا دون التمييز مع أمهم، وأما إذا ميزوا بلغوا 7 سنين فإن الذكر يخير بين أبويه، وأما الأنثى فتكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: إذا حلف الإنسان في لحظة غضب ثم رجع عن قراره، فهل تسقط عنه الكفارة؟ إذا بلغ به الغضب إلى أنه لا يتصور ما يقول فليس عليه كفارة، لأنه بغير اختياره، أما إذا كان غضبه لم يصل إلى حد زوال الشعور، غضب عادي، تلزمه الكفارة إذا حنس في يمينه. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذا اللقاء الزميل المهندس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم.